السلام عليكم. اليوم جيتكم باقتراح ثاني حول منطقة في جنوب العاصمة الجزائرية، ويكون فيها اقتراحات في كل ولايات الوطن. نجيب اقتراحات نتاع مشاريع للسلطات العليا في البلاد اللي ينظروا فيها، وهي مشاريع جد إيجابية وفيها إن أوريجيناليتي، يعني حاجة جديدة من ناحية الابروش التفكير والعقلية. إذن المشروع الثاني هذا اللي راح نقترحه للسلطات يخص المنطقة الواقعة حول ملعب دوير. نروح نشوفوا المنطقة هذه اللي جاية حول ملعب الدويرة، ونتكلموا على الاقتراح هذا اللي راني نتكلم عليه. إذن هنا هذه هي، هذا هو ملعب دويرة. هنايا شاهد ملعب دويرة، وهنا نشاهد عندنا مجمع سكني هنايا نتاع خريسية، بما يسمى بخريسية، وكاين المجمع السكني الآخر نتاع الدويرة هنا، وكاين المجمع السكني نتاع باب حسن في الشمال. إذن هذه المجمعات الثلاث جايين حول ملعب دويرة، والاقتراح هو واش؟ الاقتراح هو أن نجعل من هذه المجمعات الثلاثة باب حسن وخريسية ودويرة، نجعلهم نلايمهم في مدينة واحدة، نديروا مدينة واحدة ونديروا لها المركز، المركز نتاع المدينه نبنيه هنا في الوسط في هذه المساحه هذه هنايا، هنا نبني الوسط نتاع المدينه هذا، والوسط نتاع المدينه هذه كيكون فيه هياكل نتاع مرافق عموميه، تكون فيه مكان هذا الفضاء الاخضر هذا يكون حديقة، حديقة في الوسط في وسط المدينة. هنا هذا الفضاء الأخضر، غابة هنايا، لازم نحافظوا على كل ما هو أخضر نديروه، ونبني جسور فوق الطريق هذا هنا، وجسور فوق الطريق هذا هنا من هذه المنطقة هذه، باش نوصل هذه الأحياء الثلاثة ونجعل مدينة جديدة كبيرة. وهنا منطقة نتاع عمارات تكون شاهقة أكثر من 100 إلى 200 متر، أي حوالي 30-40 طابق في هذا المكان، باش يكون لي مركز نتاع المدينة، وهذه سواء تصبح احياء بيريفيريك نتاع المدينه. وهنا نوصلوا عبر طريق، هنا كاين طريق سيار وهنا عن طريق سيار، هذا الطريق سيار يصبح ان افوني، يصبح الشارع، وكاين طرق سياره هكذا تمر كشوارع في وسط مدن، في خاصه في المدن الصينيه، أو يعني في المدن الصينية العصرية، نشاهد طريق سيار يمر في وسط المدينة، وفيه طرق أخرى وممرات للراجلين فوق الطريق السريع هذا. وشفنا في دبي كذلك، مدينة دبي فيها طريق سريع في وسط المدينة، وفيها طرق هنا تكون موازية للطريق، نخلقوا طرق نتاع مواصلات ما بين الفضاءات هذه، الفضاءات الثلاثة هذه، وتولي عندنا
تولي عندنا مدينة كبيرة، يعني تولي عندنا مدينة كبيرة. نشوفوها هنايا، هذه كامل هنا، تولي عندنا مدينة بهذا الحجم يعني، وهذا هنا في الوسط، هذا يصبح المركز الحقيقي تاع المدينة هذه، يصبح كمركز حقيقي تاع المدينة هذه. إذن هذا هو الاقتراح، ويكون الملعب، يجي الملعب نتاع دويرة، هذا هو الملعب تاع دويرة، يجي يعني يكونوا فيه ديزاميناجمون باش يكون يعني الولوج إلى الملعب تكون بطريقة سلسة. ونروح ناخذ فكرة، نشوف البعد، يعني الطول نتاع المدينة هذه هو حوالي 5 كيلومترات على 5 كيلومترات، إذن تصبح مدينة بحجم، يعني تولي مدينة من المدن الكبرى في الجزائر، يعني بحجم مدينة بلعباس أو مدينة تيزي وزو أو مدينة تيارت، تولي مدينة قائمة بذاتها يعني. والسكان في هذه المناطق الثلاثة اللي عندي يعرفوا يعني كثافة سكانية كبيرة، يعني ممكن تولي المدينة ب يعني كمية تاع السكان تاع حوالي 1 مليون نسمة في هذه المدينة، تصبح مدينة قائمة بذاتها، عوض أن تكون عندنا 3 مجمعات سكنية بدون مرافق وضيق، وما فيش أماكن للترفيه، ماشي ما كانش أماكن لل يعني ما مش مدن، هذه غير ليست مدينة، يعني لو كنا ناخذهم كل منطقة على حدة، باب حسن وخريسية ودويرة، حتى منطقة حتى مجمع ما عنده المواصفات تاع مدينة، لكن نقدر نخلق مدينة كاملة ونفكر في كيفية التعمير، ولازم يعني في المستقبل نفكر باش ندير مدن متكاملة. وهنا كذلك لازم هذا الفضاء اللي جاي في الوسط يعني يكون فيه فائدة، يمد فائدة ل3 مجمعات هذه، ونفكر في الكيفية نتاع التعمير نتاع المكان هذا مع المحافظة على المنطقة هذه، المنطقة الخضراء هذه، كفضاء ترفيهي متصل بالملعب هنا. إذن هذه هي الفكرة، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله يكونوا فيها دوك في المستقبل، نعود ندير كل مرة ندير فيديو، ندير نطرح فكرة جديدة، ونشوفوا في كل ولاية الوطن يعني في مجالات أخرى، مش غير مجال العمران، مجال الزراعة، في مجالات أخرى إذا كان فيه اقتراحات نوصلوها للمسؤولين حول المدن والمناطق في ولاية الوطن، والسلام عليكم.